مساء الخير عليكم كل متابعي اليوم السابع في كل مكان من عاصمة مصر الفرعونية من مدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف وعادة لابد أن يتم تنفيذها أثناء عملية الزفاف هنا من مدينة إهناسيا. وبالتحديد احنا متواجدين أمام الحصان هنا في مدينة إهناسيا. الحصان ده هو لازم عربية الزفاف بتكون أمامه. شايفين زي ما حضراتكم متابعين العرسان لازم يجوا هنا قدام الحصان، ودي عادة عندهم لازم يجوا هنا قدام الحصان وبيلفوا بالعربية قدام الحصان في مدينة إهناسيا. عادة من العادات اللي بيتم هنا داخل مدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف. أي عربية أي فرح لازم بيجي هنا في الميدان هنا أمام التمثال اللي موجود أمامنا ده. يعني هي عادات قديمة لدى الأهالي هنا إن لازم في حفل الزفاف المواطنين أو العرسان وزويهم بيجوا أمام الحصان اللي موجود أمامنا ده، تمثال لأحمس وراكب العربة الحربية وأمامه بيجر العربة الحربية حصان. ودي عادة من العادات القديمة اللي موجودة هنا في مدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف. زي ما حضراتكم شاهدتوا ان بيتواجد العرسان بالعربية الخاصة بيهم وبيتواجدوا وبيقفوا قدام الحصان اللي موجود أمامنا ده و بيلتقطوا بعض الصور التذكارية. هي عادة من العادات القديمة هنا في مدينة إهناسيا، نوع من التبرك أو نوع من العادات القديمة أن يذهب العريس وعروسته قبل الزفاف إلى حفل الزفاف، وبعد الخروج من الكوافير بيأتوا إلى هنا إلى هذا التمثال المتواجد أمامنا وبيلتقطوا بعض الصور التذكارية. بعدها بيذهبوا لإتمام حفل الزفاف تاني. أنا بكرر عليكم متابعي اليوم السابع في كل مكان، احنا متواجدين في مدينة إهناسيا، مدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف، واللي بتشهد دائما وخاصة في أيام الخميس والجمعة تواجد العرسان اللي بيقوموا بإتمام حفل زفافهم بالقدوم هنا إلى هذا التمثال الموجود أمامنا لالتقاط الصور التذكارية والمرور بجوار الحصان، التقاط الصور التذكارية. هذا الحصان المتواجد أمامنا هو حصان بيجر عربة حربية، هذه العربة الحربية بيقودها الملك أحمس. فرح تاني زي ما حضراتكم شايفين أمامنا، لازم هي عادة موجودة هنا في إهناسيا، لابد من وصول العريس والعروس، الدوران حول الحصان، عادة قديمة من العادات اللي بيقوم بيها العرسان. أي فرح في إهناسيا أو قرى إهناسيا لابد من قدوم العريس والعروس والتقاط الصور العسكرية الصور التذكارية والدوران حول الحصان هنا في مدينة إهناسيا. حابب أذكر حضراتكم إن هنا بيتم عملية تطوير لمدخل مدينة إهناسيا، و
تطوير لهذا التمثال الموجود أمامنا، بيتم تطويره وسيتم افتتاح هذا التطوير قريبا برضو. فرح تاني نفس الموضوع، هي عادة هنا لكل أهالي إيناسيا سواء من المدينة أو من القرى. بأكرر متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان، من هنا من مدينة إيناسيا غرب محافظة بني سويف، حيث نرصد لكم بعض العادات اللي بيتم تنفيذها هنا. برضو فرح تاني لسه فايت قدامنا، لازم المرور بجوار الحصان. ما زلنا متابعي اليوم السابع في كل مكان، متواجدين في مدينة إيناسيا، وبنرصد ليكم تواجد ومرور السيارات حول الحصان المتواجد هنا في مدينة إيناسيا كنوع من العادات القديمة اللي بيتم اللي بتكون هنا قبل حفل الزفاف. برضو فرح تاني نفس النظام،
متابعون متابعي اليوم السابع، هذه بعض العادات اللي بيتم تنفيذها هنا في مدينة إيناسيا غرب محافظة بني سويف. متابعينا متابعي اليوم السابع، احنا نقلنا ليكم في بث مباشر بعض العادات والتقاليد اللي تمارس هنا في مدينه ايناسيا غرب محافظه بني سويف، وهي التفاف العريس والعروس بالسيارات حول هذا التمثال المتواجد امامنا. هو تمثال للملك احمص، وهو يقود احدى العربات الحربيه ويجره احدى الاحصنه من هنا من مدينه ايناسيا غرب محافظه بني سويف. كنت انا معكم هاني فتحي مراسل اليوم السابع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.